أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو عن أفضل وصفة لعلاج الضعف الجنسي. في هذه الوصفة أعزائي المشاهدين سوف نحتاج فقط إلى شيئين اثنين، سوف نحتاج إلى عصير البصل وإلى عسل النحل. نحتاج إلى كوب واحد من عصير البصل وأيضا كوب واحد من عسل النحل. بالنسبة لعصير البصل كيف نحصل عليه؟ طريقتين، إما أن تضع البصل داخل الخلاط وتحصل على هذا العصير، أما الطريقة الأفضل هي أن تضع العسل البصل المقطع في قطعة قماش وتقوم بالضغط عليه حتى تحصل على هذا العصير. نقوم بتحريك المزيج جيدا، مزيج البصل مع عسل النحل، وبعد ذلك نضعه على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع عملية التقليب، وبعد ذلك نتركه حتى يبرد. بعد أن يبرد نضعه في زجاجة محكمة الغلق ونحتفظ به في مكان بعيد عن البرودة وبعيد عن الرطوبة، وبعد ذلك يقوم المريض أو المصاب بالضعف الجنسي بتناول ملعقة واحدة بعد كل وجبة طعام بشكل مستمر حتى يحصل على النتيجة المطلوبة. كملاحظة بسيطة، إذا أردت أن تزيد الفاعلية بشكل أفضل، هذا المزيد قم بإضافة عليه ملعقة واحدة من بذور الفجل مع ملعقة واحدة من زيت حبة البركة. شكرا لكم على حسن المشاهدة، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب.